أنا ربطت جيدا الفكرة ما بين حوار وما وقرارات مهمة وقوية لازم تتخذ قبل أي استدعاء لحوار، وهي الإفراج على المسجونين. غير ممكن أن نذهب إلى حوار بدون إشارة قوية، هذا يعني شرط أساسي وليس يعني طلب مسبق على نتائج حوار. هذا تهيئة أجواء على الأقل عربون يعني ضئيل جدا باش السلطة تكون لها نوع من مصداقية في فتح هذا الحوار. أنه أول خطوة هي إعادة النظر في الدستور، كي يعاد الدستور وإن شاء الله في الطريق يعني صحيح، هذاك الوقت نظن أنه حتما نروحوا للانتخابات، يبدأ باستفتاء شيء واقعي باش يكون دستور حقيقة شرعي، ونروحوا هذاك الوقت للانتخابات الشرعية. كي تخرج يعني نخبة جديدة في داخل المؤسسة تنبثق منها حسب معطيات الدستور الجديد الحكومة ويعني كل المؤسسات اللي تبعها.